أخطر أنواع الألغام الفردية، لا يتعامل معه إلا بحذر. وهذا ألغام مضادة للدبابات، هذا للدرون، مضادة للدرون، صنع محلي بخبرات إيرانية، معصورة بلاستيك من مواسير الحمامات، قم تعبئتها مواد متفجرة مع حبل التفجير، وربطها عبر ساعر بجهاز تحكم عن بعد وتفجيرها. هذه عبوة ناس فم وقعها، تمام. هذه زرعوها الحوثيين على المداخل مدينة الحديدة وعلى مساكن المواطنين.